فمثلا طيب الاول هاخد الحاج جلال من اسماعيليه. اتفضل يا حاج جلال. عليك يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك جلال من الانطره شارك. اهلا وسهلا بحضرتك. والله كلام سيادتك كله احنا فخورين بيه وكلام ممتاز ممتاز، بس احنا ما حدش بيجي لنا طب البيطري ولا حد بيسال عننا. طيب انت ما عندكش وحده بيطريه؟ عندنا واحده بطاريه في جلبانه، واخد بال سعادتك، بيننا وبينها 7 كيلو. أيوة. انا بقالي هنا 7 سنين سيادتك ما حدش جانا ولا حد سال عننا، وبيجي لنا دكاتره من بره فاتحينها يعني شغل الحساب. ايوه. بيحقن الجاموسه او البقر يمكن باخد له 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه. ده اللي هو بيحقنها تقصد بيها التحصين ولا تقصد بيها تلقيح صناعي؟ انا بقول للبيمه ده هي اعمل لي اللي هو ما يرضي، ما اعرفش حاجه غير الفلاح، بيدي لها شويه حجن ويقول لي هات 200 جنيه و300 جنيه. ده انت بتتكلم على التحصينات، هو انت بيجي لك الدكتور اللي بره انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. وحده جلبانه ما حدش جانا ولا حد ولا شفنا حد. وحده جلبانه. وانا اسمي جلال ابو اليزيد، ترعت عبد ربه حماده فرع 4، الدنيا كلها ما حدش بينزل خالص سيادتك. ترعت عبد ربه حماد. عبد ربه حماده. فرع 4 و2 من 1 ل 4. فرع 4 من 1 ل 4. يعني 1 و2 و3 و4، الاف الافدين. انت مربي عندك ايه المشيه بتاعتك؟ انا لو مؤاخذه مربي جاموس وبقر. ومفيش ولا حاجه عليهم رقم او بطاقه؟ ولا حد سيادتك مهمشين ما نعرفش حاجه عن الدنيا. يا استاذ عزيز لو سمحت، عايزين مدير مديريه الطب البيطري في محافظه اسماعيليه دلوقتي حالا معانا على التليفون، ممكن ندخله مع الحاج بتاع جلبان. طيب. بتاع جلبان سيادتك. طيب انت طبعا رقمك معانا تمام؟ سيادتك. انا هكلم مدير مديريه الطب البيطري دلوقتي على الهواء، وبعد ما اتكلم معاه برضه هياخد رقمك. محدش جل. نعم؟ بقالي 7 سنين هنا في المنطقه دي ما حدش جل ولا حد يعرف ان انا اعرف حاجه عن حد. طيب هو انت مقيم فيها ولا انا مقيم هنا سيادتك، بني في قلب ارض وقاعد انا ولادي بقالي 7 سنين. ربنا يبارك لك. الله عينيا. وهتابع دلوقتي مع مدير مديريه الطب البيطري وهندي له ارقامكم وهنشوف ليه المكان ده ترعه عبد ربه حماده فرع من 1 ل 4 في الانطره الشرقي. ليه مفيش حملات بيطريه مع ان يعني احنا شايفين شغل في محافظه اسماعيليه وبنقول ان الاماكن هناك يعني حققنا معدلات كبيره من خلال الارقام اللي احنا بنستعرضها مع حضراتكم.